منذ ساعات الفجر الأولى يجتمع الناس في الموصل أمام محطات توزيع الوقود من أجل الحصول على النفط الأبيض، وأحيانا يحتاج الأمر إلى عدة أيام، وصاحب الحظ هو من ينجح في الحصول على حصته من اليوم الأول. ماكو منتوج، هاي الناس من 2 بالليل واقفة لحد الآن، وهالشوفت عينك ده حق نساء ورجال وأطفال، وعايفة أشغالها وعايفة كل شيء زين، والناس كلها هاي اليوم أكثرها عمالة، هاي هالشوف كلها عمال انقطع رزقها اليوم أسبوع على النفط الأبيض وما يحصلون. هاي إحنا أنا صليت الفجر وجيت هنا، صليت الفجر وجيت ثاني، هاي من الفجر لحد الآن إحنا واقفين، وشوفت عينك أنت شوف العالم شلون قاعد تعاني من شغلة الغاز. بلد يطفو على بحر من النفط، وشعبه يقاتل من أجل الحصول على حصته، فما بين برد الطوابير وساعات الانتظار، وما بين حاجة هؤلاء الناس ممن لا يستطيعون الدفع من أجل نقل النفط إلى منازلهم، هذا المشهد يصف حالتهم. يعني بالنسبة لي احنا بمحطة المامون، ها يركض المدير ركض ويوزع قصاصات وما يلحق العالم، عبالك ما شايف الغاز حق العالم 100 لتر عنده، وعامل يوميته 5000 7000، صار اسبوع هنا بتروح يم البزخاين، يعني ليش سبب شو؟ أزمة تتكرر كل عام، والتبريرات ذاتها والوعود التي تطلق أكثر من الحصة التي يحصل عليها المواطن الذي بات لا ينال حقوقه إلا بالمنة. التسعيرة يعني نفس التسعيرة 15 أبو المحطة، بس ماكو ما يقدر يوفر أبو المحطة، أبو المحطة إذا يجي شيء يوفر، بس ما جاء يجي، كل 4 أيام 5 أيام سيارة تجي لمن ينطيها، الألافات الناس واقفة. أسباب عديدة وراء هذه الأزمة، منها غياب الرقابة على محطات الوقود وطرق التوزيع، بالإضافة إلى تأخر الحصص بين الحين والآخر، وفي نهاية هذا المطاف المواطن هو من يدفع الثمن. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.